السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفاة السباح الدولي محمود العبيدي غرقا عند شاطئ الأعظمية في بغداد. وقال المصدر إن السباح العراقي محمود العبيدي توفي غرقا أثناء السباحة من شاطئ الأعظمية بنهر دجلة وسط بغداد، مضيفا أن الدوريات المرابطة في منطقة الحادث تمكنت من انتشال الجثة. وأضاف أن التحقيقات الأولية أظهرت أن السباح العبيدي لم يتمكن من السيطرة على المياه الجارية بعد أن علقت قدميه بنبات القصبة المنتشر في الشاطئ. الله يرحمه ويصبر أهله وزويه ومحبيه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في اللايك والشير، تدعيم القناة والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل كل جديد. والسلام عليكم.